والله فضيحة. أنا أول ما طلعت كان معي كتاب ورديت، الحين وين الكتاب؟ الكتاب وين راح؟ وين راح؟ بسم الله عليك الرحمن الرحيم. أنت وين ذالف؟ وين كنت؟ أمك تحسبك نايم الحين خامد؟ الحين خرعتوني أنت ومين أنتم؟ أنت من أنت؟ محظوظة. وأنت بعد مني؟ أختها أمي. تعالي. شو تسوون ببيتنا؟ نصبي مو صاحي. شو يعني؟ مو صاحي يعني شنو مو صاحي؟ يعني مو صاحي. تعالي خبل. بدي تلقى تحس فيك أمك تفضحنا. ريح وأخري عني وأخري. تمدين يدك عليه بعد؟ شوف عارف لا تمد يدينك لا اكسر يدينك وريولك الاربع فاهم ولا لا؟ مره ثانيه مديت يدينك لعلقها برقبتك فاهم؟ يلا وريني. انت انا صبر يا ابني. انت هدف عند فيكم شو السالفه؟ يمه يمه لحقي علي يمه. فيصل حبيبي ايش فيك؟ يمه شفت الثنتين؟ طقوني طق وطلع كتابي شقوا. تدري ليش؟ اقول لهم خلوني اذاكر قصروا حسكم. دكتور كذاب صدقيني كذاب. ولدي ما يكذب. هذه اخر مره اسمح لك تتهمين عيالي بالكذب. انت فاهمه يا دكتوره؟ انت فهمت الموضوع غلط. ولدك ولا كلمه. لا يكون تبيني اكذب ولدي واصدقك انت. بعدين انت ايش تسوين؟ دلفي روحي المطبخ. ولدي خطقه انت. نعم. شلون لطيفه تسمح لك تين هالحزه هني؟ هي ما سمحت لي. انا تصرفت ويت ورحت على اختي. والله وانتوا بعد تولهون على بعضكم؟ شفتي؟ عجيبة، عندنا مشاعر وأحاسيس مثلكم، عجايب الدنيا. والله؟ إيه؟ وتراددينني بعد؟ طنزين علي؟ شوفي عاد، أنا أعرف شلون أخلي لطيفة تربيك، وإذا ما ربيتك هي أنا اللي أربيك. يلا دلفي. الدنيا اللي يرحم والديك، ربي ولدك اللي جاي تتوضح تالي الليل. دلفي!